بقول الكلام اللي هيحصل في لندن بالليل الساعه 8 يعني بعد ساعه الساعه 7 والكلام اللي اتنشر دلوقتي منذ قليل في واشنطن بوست بيتكلم على ان مصر فيها اختفاق قسري. وانا بقول تاني المفروض وانا عارف انه في تم الاعلان، كنت قاعد مع الاخ محمد عبد العزيز من لجنه حقوق الانسان المجلس القومي وبساله عن موضوع الاختفاء القسري، فبيقول لي انه قلنا لهم هاتوا لنا الاسماء فالناس جابوا الاسماء، ردوا على الاسماء اسما اسما، قالوا دوت موجود في القضيه كذا في الحته الفلانيه، ده موجود في داعش في سوريا، ده موجود في داعش في ليبيا، ده موجود في الحته الفلانيه في السودان، ده موجود في افغانستان. تم الرد على اسم من هؤلاء. واحنا شفنا قبل كده عرضنا في هذا البرنامج في هذا المكان صورا لبعض المبلغ عنهم انهم مختفين، موجودين فين؟ موجودين في سوريا، وموجودين في بيت المقدس دي ولا غيرها اللي فين؟ اللي في سيناء، موجودين وهم كانوا خريج ازهر. فاكرين احنا انا فاكر عرضنا الصور اثنين او ثلاثه منهم وكانوا فيهم اثنين اخوات، دول تم الابلاغ عن اختفائهم قسريا، والمحطات الفضائيه الاخوانيه الموجوده مكملين والشرق وخلافه، ومحمد ناصر والراقصه معتز مطر بيتحدثوا عن اختفاء قسري ويجيب اسماء، دول فين؟ دول راحوا فين؟ المجتمع، الدوله، الظلم، الجيش، خلافه، على خلاف الحقيقه ان هؤلاء موجودين ومنتظمين في تنظيمات ارهابيه. فبالتالي فكره الاختفاء القسري فكره بيتم تسويقها وهي فكره كاذبه، فكره ظلاميه، فكره مسمومه، فكره بتستهدف ايقاع الدوله المصريه في مسائل قانونيه جنائيه دوليه، على المجلس القومي لحقوق الانسان، على لجنه حقوق الانسان في البرلمان، على المنظمات المجتمع المدني المحترمه في مصر، على الاعلام ان ينتبه ان هناك فخا منصوبا للدوله المصريه اسمه الاختفاء القسري.